المنتخب بقى المغربي، انت جاوبت تقريبا على نص السؤال. يعني الوقت اللي انتوا لعبتوا فيه كوره كان برضو في المنتخب المغربي حاجه مرعبه، يعني يعني كان مليان مليان نجوم ومواهب، و كان كان من المنتخبات اللي يعني كل الناس كانت بتقول الاقرب الى الكره الاوروبيه وقتها. ازاي تشوف منتخب المغرب وهو بيحقق بطولة المحليين وبعدين بطولة الأندية وبعدين دلوقتي بيقدم مردود ممتاز مع في البطولة دي، ايه الفوارق الفنية يعني؟ هو الآن يعني هذه تقريبا 4 سنوات، لا ممكن نقول 6 سنوات منذ ترأس فوزي القجع رئيس الاتحاد الجامعة الملكية لكرة القدم، اسمحوا لي على الكلمة، ممكن نقول بأنه عمل ثورة كروية في بلدنا في البلد. صحيح. يعني هو طور الكرة المغربية طبعا طبعا. لما تشوف الآن في المغرب من الجانب الإنجازات اللي حقق بلدنا الحمد لله في جميع المناطق وفي جميع المدن، من ملاعب ومنشآت رياضية ومن مراكز تكوين ومن شيء صراحة رائع جدا. والآن يعني في هذه أسبوعين الجامعة الملكية لكرة القدم دشنات مركز المعمورة في الرباط القديم، ولكن هو يعني أصبح الآن كل أجانب اللي كيجيو أظن رقم واحد في العالم. أوه. والله شيء المغرب يستعد لكأس العالم، ما هو مصمم عليه صراحة شيء جميل جدا. ولكن اللي أجمل وهو اليوم مع رئيس الاتحاد السيد فوزي القجع، هو مش عايز بس يطور كرة القدم في المغرب، بل تطور الكرة في القارة الإفريقية بصفة عامة. عينه على الاتحاد الإفريقي. انا لا اعلم والله، ولكن هو رغبته لانه واحد هو شغوف بكره القدم ومحب ويعشق، وعنده عنده الفكر ده. صحيح صحيح. واحنا معاه طبعا، لانه بدا الان في خلق في كل الانديه المغربيه مراكز التكوين، وبدات الان نحن يعني كندرسوا الشباب كره القدم بطريقه علميه. ونكون معكم صريح، هدفنا هو نكونوا في المرتبه الاولى في القاره الافريقيه. هذا ما فيه شيء رائع هو واضح في الشغل. واضح يعني انت شايف ان في شغل صادق طبعا، طموح اتعمل. صحيح. في الكره المغربيه. صحيح. بدايه من البنيه. انا بلخص بس عشان يمكن نشوف حلنا. البنيه التحتيه، وبعدين اداره كره القدم تماما. هل في مشاكل في المسابقات المحليه؟ الناس تشعر بعدم العداله، الناس تشعر بعدم النظام احيانا، الالتزام باللوائح، في اي مشكله من المشاكل دي في الكره المغربيه؟ واو استاذ، انت هتعرف بان المشاكل دائما موجوده في المغرب او خارج المغرب، في اوروبا، في امريكا. ولكن اللي احنا الان مرتاحين له وهو لما كيكون فيما كيكون مشكل كنلقاو الحل بسرعه. بيواجه المشاكل طبعا طبعا. والان الكره القدم او البطوله الوطنيه المغربيه حسب اللي كنعرف، حسب معلوماتي، هي رقم واحد في المغرب العربي. انا الدوري المغربي هو اقوى دوري تماما الان. يعني هذا الان ما جاش بالصدفه، لانه انت ذكرتي احنا كنا زمان الفرق الوطنيه الفرق المغربيه ما كانتش حاضره يعني في افريقيا، في المنافسه الافريقيه يعني. ما عندناش تصنيف. الان وليت كتشوف الوداد البيضاوي الحمد لله رجعت ثاني، الرجاء اكادير. لما قال الوداد قال لك الحمد لله، هات انا وداد يعني وانا ضير بيا هنا اللون الاحمر. ايوه.
طيب الوداد فوزي لقجع خد موقف قوي مع الوداد في نهائي دوري الابطال الافريقي مع الترجي، الامور هتنتهي الى ايه؟ لا اظن انا شفت الرئيس الوداد من ساعه قبل ما نجي لعندكم الاستوديو، اظن الامور الحمد لله يعني غاديه في اتجاه صحيح، ممكن مباراه تعاد اظن. ما هو القرار اعاده المباراه بس الترجي قال انا مش هلعب، والوداد قال لك انا حقي اخذ البطوله من غير لعب. ده بيرد لا. على هو تمام، ده مشكله كبيره يعني صراحه. ستلعب المباراه الاثنين هيلعبوا. لا انا اظن ستعاد المباراه ما فيها شك.